رحنا للمباراة الثالث والرابع واللي جمعت الهلال السعودي والأهلي المصري، والتي انتهت بنتيجة قياسية، فوز الأهلي المصري بأربع أهداف مقابل لا شيء. الكورة فيها فوز وخسارة، لكن لما تلعب مع نص الأهلي، نص الأهلي يعني الأهلي كان يعني زي اللي دخل مباراة ملاكمة وفي إيده جبس، يعني بيد واحدة شغال. أعد لك عدد اللاعبين اللي غابوا اليوم عن المباراة من الأهلي المصري، عشان قبل ما أحد يجي يتكلم عن الغيابات اللي كانت موجودة في الهلال. الأهلي غايب عنه محمد الشناوي وأكرم توفيق وبدر بنون وبيرسي تاو وصلاح محسن وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا للإصابة وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة للإيقاف. فبالتالي يبدو أن القائمة هذه شافها جارديم مدرب الهلال، قال يعني نلعب معهم بتدوير، هو على أساس أنه قاعد يلعب طيب من مباراة قوية، يلعب مع فريق متأخر في الدوري، فقال لك أعمل تدوير. يعني أنا الحقيقة عندي عتب كبير، عتب كبير على إدارة الهلال، أنه لما المدرب قرر هذا القرار ما حد جفهم، قال له هذه مو ثالث ورابع بطولة ودية أو بطولة محلية أو بطولة إقليمية، بحيث أن يا أنك تأخذ البطولة يا خلاص ما ينفع شيء. الهلال لما راح بطولة العالم للأندية لم يكن من المرشحين للبطولة، وإحنا فاهمين ما هو ما راح يأخذ البطولة، لا زال مبكر على الأندية السعودية والأسيوية أن تقدر تأخذ بطولة العالم للأندية، مفهوم. وأن نحن نوصل كان الهدف أو الأمل الكبير للهلال أنه يلعب المباراة النهائية، ولعب مباراة مشرفة للكرة السعودية أمام تشيلسي، وكان قبلها فايز على الجزيرة الإماراتي بنتيجة قياسية هي الأعلى في البطولة. شكرا، أنت كل اللي بنيته هذا جيت تلعب مع الأهلي المصري، تريح لعيبة وعندك لعيبة واحد منهم يعني باريرا نمشيها، نقول لعبة مشتركة بس كنو. ما يدري الأخ أنه ثالث العالم تعتبر إنجاز لنادي الهلال وللكرة السعودية، ما هي من أولوياته، وهذا درس لأنديتنا. أرجوكم بطلوا حكاية المدربين العالميين، لأن الظروف مختلفة. مدير مطار هيثرو ما ينفع يمسك مدير مطار في دولة عربية، لأن الظروف مختلفة، المكونات مختلفة، تعبنا خلص بالهيبة. هذا شعور لم يشعر به مشجعين الهلال من سنوات طويلة، جيل كامل ما شاف الهلال بهذا الشكل. أضف لأمر آخر، الرقم التاريخي. الرقم التاريخي كيف؟ في أندية الهزيمة بواحد زي عشرة ما تفرق معهم، وفي أندية لا، إذا خسر المباراة ما أعطيك ريكورد تاريخي، ما أعطيك رقم، ما أخلي في التاريخ أنك تسجل لك هذه النتيجة التاريخية. ألف مبروك للأهلي المصري، نادي عظيم ولاعبين عظيمين ويلعبون بروح وبقتالية وبجدية، ما تلاقي واحد يتراقل في الملعب، لاعبين عندهم طموح ورغبة وإخلاص قوي جدا لقميصهم. أنت متخيل لو كانت الصورة عكسية، لو كان الأهلي المصري انهزم انطرد منه لاعبين، هل تعتقد أن لاعبين الأهلي لن يقاتلوا اللحظة الأخيرة عشان النتيجة ما تعلى؟ والله حسافة، شيء مؤلم. ما نقلل من الأهلي المصري، نادي عظيم وألف مبروك وتستاهلون، وإذا كان الأهلي المصري ما يكون هو ثالث العالم من يكون؟ نبدأ الحلقة بالعناوين.